أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الكلاسيكي الجميل، أنت دلوقتي في القاهرة من 60 سنة، الشوارع نظيفة والناس مؤدبين، والبوضة بتنزل مصر قبل ما تنزل باريس، ده عادل إمام أكيد، قبل ما نبقى في زمن المسخ. المهم يا عزيزي، أنت موسيقار معروف وفنان مشهور، عندك حوالي 40 سنة، ما بتعرفش تمشي في الشارع من كتر معجبينك، متجوز ملكة جمال. المهم بتدخل شركة إنتاج موسيقي من أكبر الشركات في مصر، ما سلمتش على حد لأنك بتدخل على مكتب المدير على طول، أنت دلوقتي راجل مهم والقرن العشرين بينصفك. تخيل عزيزي لما قرن ينصفك. المهم لقيت شخص شيك جدا ومستنيك على المكتب، باصص لك بهدوء وبابتسامه لطيفه بيقول لك الف مبروك يا فنان، انت تعينت مدير للشركه دي كلها. انا بقيت مدير؟ الله اكبر يا جدعان، انا ما كملتش جيتين في الستينات تعينوا مدير على طول كده؟ فيقول لك مش بس كده، انت مش جاي من طرف بوحميد، يبقى هتاخد مرتب 100 جنيه في الشهر. كل ده المفروض ان هو كلام جميل جدا، اي حد مكانك هيبقى اسعد حد في العالم، ما عدا شخص واحد بس، الموسيقار العظيم محمد فوزي. ليه يا بوحميد؟ لان كل حكيته لك ده حصل بالفعل مع محمد فوزي، لان ببساطه الشركه اللي هو اتعين فيها مدير دي كانت اساسا شركته، وهو في قمه مجده التلحيني والغنائي اتأممت الشركه سنه 61 قرار من الحكومه المصريه في الوقت ده، الشركه اللي تقريبا محمد فوزي كان حاطط فيها كل ما يمتلك. يا نهار اسود، واضح ان جيت الستينات في وقت مش مناسب. المهم محمد فوزي ما بيستحملش القعده في الشركه بتاعته او اللي كانت بتاعته، خصوصا ان مكتبه الجديد ما كانش في احسن مكان في الشركه، كان جنب البوفيه والحمامات. عزيزي لو انت صاحب شركه فده اخر مكان هتختار له مكتبك، بس انت للاسف ما بقتش صاحبها. واحد يقول لي يا ابو حميد، الكاتب والباحث اشرف غريب في كتابه محمد فوزي الوثائق الخاصه بيقول ان الموضوع ما كانش بالدراماتيكيه دي. والله يا عزيزي انا اعتمدت على الروايه اللي ذكرتها الكاتبه الصحفيه سناء البيسي في مقالها الصادر عن جريده الاهرام عن تعميم شركه مصر فون، وهي واحده من الروايات الشائعه عن اللي حصل لفوزي في هذا اليوم. بس بصرف النظر عن اختلافات المصادر يا عزيزي، خلينا نكمل حكايتنا ارجوك. فوزي بيخرج من الشركه وبيضطر يصطنع الابتسامه لكل معجب بيقابله ويطلب منه اوتوغراف. الحمد لله ما كانش فيه سيلفي ساعتها، ولو اني بجده اسهل. فوزي بيرجع بيته لزوجته كريمه فاتنه المعادي اللي بتساله مالك شكلك متضايق، ولكنه يا عزيزي بيقابلها بنفس الابتسامه المصطنعه، ابتسامه جميله كانت سبب من اسباب نجوميته. بيقول لها انه كويس بس محتاج يرتاح شويه ومحتاج حبايه مسكن. ربما يا عزيزي ما كانش يعرف ان هذا المسكن سوف يصبح روتين في حياته من يومها ولمده 5 سنين جايين، خصوصا بعد الالم اللي بدا يجيله مؤخرا في ظهره. ساعتها كان فاكره انه من كتر القعده والشغل على المكاتب، ويا ريته كان كده. المهم فوزي بيقعد وبيغمض عينيه وبيرجع لورا في الزمن 28 سنه. المراهق محمد فوزي يسيب طنطا وهو معهوش اي فلوس، ولكنه ممتلئ بالطموح، ويركب القطر اللي رايح القاهره. ليه؟ عشان يدرس مزيكا في معهد فؤاد الاول. حلم المجد والشهره كان بيطرده اسرع من القطر اللي هو راكبه، الحلم اللي ضاق منه جزء وهو بيغني في رحله تبع مدرسته، ومن ساعتها وكل الناس شايفاه هيبقى نجم في الطرب والمزيكا. في الحقيقه عزيزي مش كل الناس، اهل فوزي ما كانوش شايفين موهبته كالعاده، عزيز الاهل ما بيشوفوش المواهب وكانوا ضد حلمه تماما. اخونا ايه وبلاش الكلام الفاضي المسخره اللي اتلعب دي، اصل معلش يا عزيزي هيشوفوها ازاي اصلا؟ هو في عينهم ابنه وسط 24 اخ تانيين. عزيزي المشاهد تشكيله كره 18 لعيب، ده هنا 24، هيشوفوا ازاي شغف فوزي وصديق والده بيكلمه على المزيكا، ولا سعادته وهو بيسمع المنشدين في موالد طنطا وجناينها، ولا حلمه انه يلحن للنجمه المكتسحه وقتها ام كلثوم. الست كانت اول مطربه تغني في الاذاعه المصريه يوم افتتاحها، واسطوانتها البست سيلر، وكان حلم اي ملحن او موسيقار انه بس يشتغل معاها ان شاء الله اغنيه يا ست. وده كان حلم فوزي، مراهق احلامه زي القطر محدش يقدر يوقفها، وفاضل على الوصول محطه واحده بس. الحقيقه عزيزي ان تقدير فوزي للمحطات ما كانش صح 100%. الراجل يا حبيبي قلبي كان متخيل ان هو لما يوصل القاهره كل حاجه هتحصل، بس اول ما وصل اتصدم اكتر من صدمه. اولا سقوطه في امتحان الاذاعه كمطرب، ونجاحه كملحن. الحقيقه يا عزيزي ان فوزي اتصدم بالشكل التقليدي اللي ما كانش متصالح مع فكره التجديد اللي كان بيقترحها في صوره استخدام اصوات بشريه في اغنيه زي يا نور جديد. ثانيا مشكله الفلوس، فوزي كان مقيم في اوضه بسيطه فوق السطوح، وكان عايش على جنيه واحد بيتحول له كل شهر، والدته كانت بتبعته له من ورا ابوه، فاضطر يسيب المعهد ويتخلى عن حلم دراسه المزيكا واتنقل بين الصالات والملاهي الليليه. طبعا يا عزيزي ما كانش طموحه، لكن الخطوه الحقيقيه في الاحتراف كانت لما اشتغل في صاله بديعه مصابلي. صاله بديعه في الوقت ده يا عزيزي كانت اكاديميه فنون مكتمله، كفايه يا عزيزي تعرف انها اشتغلت مع حد زي نجيب الريحاني، خرج من تحت ايديها فنانين عظام زي اسماعيل ياسين وزينات صدقي، وراقصات زي ساميه جمال وتحيه كاريوكا. انا يا عزيزي لو كنت موجود هناك كنت اكيد هبقى عندها عشان تحيه كاريوكا طبعا، مش عشان الفن. في صاله بديعه تعرف فوزي على فريد الاطرش وعلى الملحن محمود الشريف والمطرب محمد عبد المطلب، وكانت بدايته الحقيقيه في الفن والتلحين وشهرته في الوسط الفني. لكن معلش يا عزيزي صوته يوصل للناس ازاي وهو ساقط في امتحان الاذاعه؟ لازم محطه تانيه للشهره.
المحطة التانية كانت الفرقة القومية للمسرح، لما فوزي كان البديل للمطرب إبراهيم حمودة في مسرحية شهرزاد، واللي كانت إحياء لتراث السيد درويش، والصدفة تخدم فوزي عشان يعرض مكان حمودة. عاملة كده يا عزيزي لما لعيب يخرج وينزل بديل ليه، زي لما عمرو زكي نزل مكان ميدو وقام حط جول الفوز. فوزي ما عملش كده. ايه يا ابو حميد، فوزي ما حطش جول الفوز؟ لا يا عزيزي، للاسف العرض فشل. يا لهوي. وفوزي طبعا حس باحباط واكتئاب شديد واختفى لفتره طويله، بس ما يوقفش لحد هنا. رجع يتنقل بين فرقه وتانية لحد ما المحطه الحقيقيه ظهرت من بعيد سنه 44. ده نهايه الحرب العالميه الثانيه يا ابو حميد. لا قبلها بسنه يا عزيزي، الحرب العالميه الثانيه انتهت سنه 45. احنا مش هنخش الحلقات وما نركزش فيها. يوسف بيك قاعد بقى منتظر نتيجه الحرب العالميه الثانيه، وواحد يقول لي ابو حميد لا ايه علاقه محمد فوزي بالحرب العالميه الثانيه؟ هو مش ده برنامج الدحيح؟ مش اتكلم في دي وبيتكلم في ده دلوقتي؟ وغير كده مش محتاج اديك سياقات. اسمع الكلام، يعني ايه علاقه عمرو زكي بمحمد فوزي؟ بقول لها امثله، ما تقعدش تستطرد يا عزيزي، خلينا نتكلم في الموضوع المهم. يوسف بيك وهبي راح لمحمد فوزي وعرض عليه دور صغير في فيلم سيف الجلاد. مش بس كده، ده هيغني فيه اغنيتين من الحان. الفرصه جت وفعلا فوزي بيلفت الانظار اليه، وبيبدا بعدها يجي له عروض لادوار كتير. لكن للاسف يا عزيزي العروض دي بتقف سنه 1946. مش ده يا ابو حميد بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه بسنه؟ ايه الحلاوه دي؟ لسه قايلها لك. تقول لي هي العروض وقفت بسبب الحرب العالميه الثانيه؟ عايزين تقليل مصير تلاقي علاقه كوزيشن، الحاجات بتحصل مع بعض. ايه اللي حصل يا عزيزي؟ ان مخرج فيلم اصحاب السعاده بيرفض فوزي. ليه؟ عشان شفته مفلطحه. محمد فوزي بيتاثر بهذا الكلام وبيعمل ايه؟ بيسافر لندن مخصوص يعمل عمليه تجميل. عزيزي محمد فوزي كان واحد من اوائل الفنانين اللي يعملوا عمليات تجميل. وعلى كل حال بصرف النظر يعني عن عمليات تجميل، مش عايزين يعني نتكلم في الحاجات دي. المهم فوزي اللي قام الاذاعه اتقفل في وشه اتفتح قدامه بوابات السينما، والقطر يا عزيزي انطلق ومفيش حاجه تقدر توقفه. فوزي بينجح كممثل وبيتشهر بحضوره وضحكته اللي ما كانش فيه زيها. بالمناسبه يا عزيزي محمد فوزي كان حريص جدا على الفلوس اللي بيجمعها، وده على عكس اغلب الفنانين في الوقت ده اللي نصهم كان بيحب السهر والخروج، والنص التاني كان مهووس بالمشاريع التجاريه اللي بيدعم الفن، اللي يروح بقى يفتح له سايبر بقى ستيناتي. عشان كده فوزي سنه 47 اسس شركه محمد فوزي للانتاج السينمائي وبقى ينتج افلامه لنفسه. الحقيقه يا عزيزي ان وجود فوزي انقذ السينما الغنائيه، لان اقوى اعماله كانت في المده بين 46 و 56. وقبل الفتره دي كان الموسيقار محمد عبد الوهاب اعتزل التمثيل، فمين هيعمل لنا لالا لاند المصري؟ محمد فوزي. وبعد الفتره دي بالظبط كان نجم عبد الحليم حافظ بدا يطلع ويسيطر على المجال. زي يا عزيزي ما تقول كده فوزي جه بين نجمين، ولحد دلوقتي فوزي من اكتر المطربين اللي عملوا افلام في السينما المصريه، اكتر من تامر حسني يا ابو حميد. انا قلت من اكتر. نجاح فوزي ما كانش نجاح في مجال واحد بس، فوزي غنى ولحن ومثل وانتج وكتب 3 سيناريوهات كمان لافلام، ده ناقص يعمل برنامج الدحيح. ولكن يا عزيزي عبقريه فوزي الحقيقيه ما زالت موطن هو التلحين والغناء. فوزي عزيزي كان تلاقيه بيلعب بالمقامات وهو سايب ايده، يعني باستخدام الاستعارة الكروية كان بينطط في المقامات. عندك مثلا اغنيه ادي الميعاد قرب، فوزي غنى كل جمله في الاغنيه دي بمقام مختلف، ودي حاجه مش سهله اطلاقا، لكن فوزي نجح فيها وقدر يستخدم المقامات عشان يوصل احساس كل جمله. يبدا بمقام راست، بعدها يروح لمقام نوى اثر، نوى اثر يسلم الكورديلي، الكورديلي للنهوان، وبعدين الحجاز، ترجع تاني لنوى اثر، الكورديلي كمان مره، هيعدي هيشوط يعمل لها سلم كروماتيك بس يحطها في الجول يا رياض. الاستعاره الكرويه يا عزيزي ما سيبهاش، بس يا عزيزي بالكومن سنس يعني اللي عمله في الاغنيه دي كان صعب، والراجل يا عزيزي الحقيقه كان بيعمل الصعوبه بسهوله شديده. فوزي عزيزي كان قادر يطلع مزيكا من اي حاجه حواليه، مش بس من الالات، ولكن من كل شيء يقدر الانسان يسمعه. يعني مثلا يكون في المانيا ويسمع اسطوانه لمغني الماني بيحاول يسكت طفل بيبكي، تعجبه الفكره ويقرر ياخد عياط الطفل زي ما هو ويعمل عليها واحده من اجمل اغاني الاطفال، ماما زمانها جايه. واحد يقول لي ثواني يا ابو حميد، ده صوت طفل الماني والمانيا خسرت الحرب العالميه الثانيه وهتلر انتحر؟ انت بتقول ايه يا عزيزي؟ ايه علاقه ده بمحمد فوزي؟ انت الحرب العالميه لحست دماغك. خلينا مع فوزي دلوقتي. ومع انه بيعمل مزيكا من اي حاجه، سنه 54 مثلا كان بيصور فيلم دايما معاك مع الفنانه فاتن حمامه، واللي فيه مشهد اغنيه رومانسيه على حنطور. فوزي بيعجبه جدا ايقاع حركه الحنطور ويقرر من الحركه دي ياخد رتم اللحن اللي هيغنيه في المشهد، لحن اغنيه طير بنا قلبي. واحدة من أشهر الأغاني ليه. المهم إن نفس الموقف بيتكرر في نفس الفيلم لما كان بيغني أغنية في القطر، فياخد برضه رتم القطر والفلانكات ويطلع بلحن أغنية اللي جرالك كان يا مكان. عايزين مشاهدة بصراحة معرفش إيه الفلانكات، بس أنا شايف إن صعب جدا حد يطلع موسيقى من حاجة اسمها الفلانكات، ويبدو إن محمد فوزي نجح. فشابوه يا فوزي. محمد فوزي كان عنده موسم رمضان قبل ما يبقى في حاجة اسمها موسم رمضان، غنى للمسحراتي وغنى هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، وإيه أهداها للإذاعة المصرية بدون مقابل.
القمر يلا، وغنى كمان لمناسبة الحج، وغنى كمان يا ولاد بلدنا يوم الخميس. عزيزي ما كانتش اغنية مهدا ليوم الخميس رغم ان اليوم ده يستحق، هي كانت اغنية للافراح عموما بس نفس الكونسيبت يعني، ده عسيلي بيفور عسيلي واسكول. فوزي كمان كان من اوائل المشاهير اللي يغنوا اغاني دينية زي اغنية الهنا ما اعدلك للشاعر ابو نواس. فوزي عزيزي وقبل ماهر زين نجح انه ينجح هذه النوعية من الاعمال. عزيزي في ناس بتركب الترند وفي ناس بتعمل ترند، وهو ترند الغنى على الترندات، وزيزي محمد فوزي. وابدا عزيزي ان هو مش ترند بس لانه مستمر معاه لحد دلوقتي. المهم ولع فوزي باستخراج المزيكا من الاصوات عموما، خليه يفكر باستخدام اصوات البشر انها تكون بديله للالات الموسيقيه. واحد يقول لي الالات ازاي ده يا ابو حميد؟ فوزي عمل لحن اغنيه كلمني طمني، كلمني طمني. لا يا عزيزي مش دي، مش دي يا عزيزي، انت اي حاجه تهيس فيها بتاعت حاحه وتفاحه. اغنيه كلمني طمني بتاعت فوزي استخدم فيها الكورال بدل الالات. لا وكمان شرح فكره الاغنيه في فيلم معجزه السماء سنه 56، وقال بالنص للممثلين في الفيلم عايزين تعملوا اوركسترا، حاضر انت يا ابني اعمل لي كونتر باس، وانتوا تعملوا لي كورس، وانتوا تعملوا لي كمانجات، استعدوا يلا بينا. بالفعل قسم الادوار بينهم بشكل مدروس ومكتوب، الرجاله عملوا صوت وتريات غليظه، والبنات عملوا كمانجات، ومجموعه ثالثه كورال بيرد على فوزي. فوزي عزيزي زي ما استفاد بالاصوات وتنوعها في المزيكا استفاد كمان من الصمت والسكون. فوزي كان بيصحى من النوم الفجر يدندن ويكتب نوتة، لدرجه يا عزيزي انه كان حاطط ريكوردر وميكروفون جنب السرير، واحيانا كان بيروح وسط خروجه عشان يرجع يسجل لحن او يتوه في الطريق لان في دماغه لحن مش مخليه عارف يركز. انا برضو عزيزي تلاقيني وانا بعمل حلقات مش مركز لان بفكر في الحلقات الجايه والحلقات اللي فاتت والحلقات لا يا عزيزي لسه ما خلصناش. عزيزي زي ما قلتلك التلحين لأم كلثوم كان حلم لأي ملحن منذ الصغر، أنا شخصيا حلمت ألحن لأم كلثوم. محمد فوزي كان واحد من الناس دول طبعا، وفي يوم وهو شغال عن لحن الأغنية لأم كلثوم، أم كلثوم اللي أي حد بيحلم يشتغل معاها، أم كلثوم اللي فنان كبير زي فريد الأطرش عاش ومات على أمل إن يلحن لها أغنية ومعرفش. فوزي بقى كان قاعد شغال على أغنية ليها، وهو قاعد شغال يجيله زيارة من ملحن شاب، وهذا الملحن يلحن الكلام اللي فوزي شغال عليه، ففوزي يعجب باللحن. يعمل إيه يا عزيزي؟ لو أنت مكانه هتعمل إيه؟ اجمح بخيالك باقصى الميلو دراميه، اه يا عزيزي ضحى بنفسه عشان هذا الملحن. انا عزيزي لو كنت مكانه كنت اخدت هذا اللحن. شكرا يا مستر بليغ، تعال لي بقى الاسبوع الجاي عشان نكمل شغل. خد اللحن وروح لام كلثوم وقول لها اللي عملته، اثبت لي بقى. اه ابو حميد بقى انت بتعمل كده بقى في الحلقات. لا يا عزيزي انا بعمل زي محمد فوزي، اخد اللحن واروح لام كلثوم اسمعه لها واغنيه واقول انساك انساك ده كلام انساك يا سلام، فالست تعجب باللحن فاقول لها ده لحن بليغ حمدي. الله عليك يا فوزي، الله عليك، يخرب بيتك، ده انت بتعمل مزيكا حتى وانت ما بتعملش مزيكا، اخلاقك مزيكا. والله انا حاسس ان انا بعمل حلقه على ابو تريكه مش محمد فوزي. عزيزي المشاهد، فوزي زي ما عمل مزيكا من الناس عمل مزيكا لكل الناس، زي لحن اغنيه يا مصطفى يا مصطفى، يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. ايوه عزيزي هي الاغنيه دي، الاغنيه اللي قرر فيها فوزي يلحن لاول مره فرانكو عرب. فوزي لحن الاغنيه في الاربعينات اثناء فتره عمله في الملاهي الليليه، والاغنيه انتشرت واصبحت تراث في الملاهي الليليه يا عزيزي، ومن هناك اخذها بوب عزام ولف بيها كازينوهات اوروبا وامريكا. الاغنيه اللي كسرت خناها مطربين كتير جدا وظهرت في اكتر من فيلم، وعملت لفوزي اكبر مشكله مع الرقابه. الرقابه رفضت الاغنيه اللي نزلت سنه 59، وقالوا ان مصطفى اللي بيتنادى عليه في الاغنيه هو مصطفى باشا النحاس القيادي الوفدي ورئيس الحكومه وقت الملك، وخصوصا ان في مقطع في الاغنيه بيقول 7 سنين في العطارين، والاغنيه عزيزي نزلت سنه 59. اطرح يا عزيز 7 من 59 يطلع لك 52، حط عليهم شهر 7 يوليو يبقى يوليو 52، يبقى الاغنيه دي ضد ثوره يوليو 52. اه بالظبط اللي انت بتعمله بتتكلم على الحرب العالميه، بتحاول تخلق علاقه بين حاجتين ما لهمش اي علاقه. المهم من الموقف ده على غرابته وبساطته الا انه بيشرح علاقه فوزي بالسياسه اللي كانت دايما قايمه على الصدف الغريبه، هو الراجل عمره ما راح ناحيتها بس هي دايما كانت بتروح له. ابعدي يا سياسه بقى مش عايزين نتصاحب. بس يا عزيزي في بعض الاحيان زي ما عملت له مشاكل زي ما ادته اعظم الصدف، والصدفه دي يا عزيزي ما حصلتش في مصر. تعالى شمال شويه، كمان شمال، شمال كمان شويه، حضا عليا، ايوه هي الجزائر. بس يا عزيزي سيب لي بقى مفتاح دول العربيه. سنه 55 وفي عز النضال الجزائري ضد فرنسا، بعد 10 سنين من انتصار فرنسا في الحرب العالميه الثانيه، اقترح رموز جبهه التحرير الجزائريه ان يكون في نشيد معبر عن الثوره يكون بيحفز الشباب انهم ينضموا للجبهه ويقاوموا الاستعمار. وبالفعل تواصلوا مع شاعر اسمه مفدي زكريا والملقب بشاعر الثوره الجزائريه، اللي كتب نشيد عظيم مطلعه: قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا فحياه او ممات وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. واحد يقول لي يا ابو حميد انا سمعت النشيد ده في ايه؟ ده بسمعه عزيزي قبل ما الرياض
يحطها في الجول. يا رياض. المهم يا عزيزي ساعتها النشيد كان موجود بس ما كانش فيه لحن. اول ملحن اتقدم للنشيد كان الجزائري محمد التوري اللي لحنه ما عجبش قوي رموز الثوره وقالوا انه مفتقد للحماسه والروح. وبعدها جه موسيقار اخر اسمه محمد التريكي عمل كل مقطع في النشيد بلحن فخرج الموضوع كانه خمس اناشيد مختلفه مش نشيد واحد بلحن واحد. وفي سنه 56 كواحده من اجمل الصدف في حياه فوزي يكون موجود في اذاعه صوت العرب اثناء البحث عن ملحن مصري للنشيد الجزائري ويقرر انه يلحن هو الكلمات اللي كان عاجبه عزيزي فيها انها كانت مكتوبه للوطن مش للاشخاص. في الاول اللحن اللي قدمه فوزي اترفض من كل الاطراف لان الراجل كان معروف عنه ان الحانه خفيفه ومبهجه ورومانسيه لكن فوزي بيصمم وبيخرج باللحن المعروف لحد دلوقتي وبيرفض يتخاذى عليه اجر وكمان بيدفع اجر الفرقه الموسيقيه من جيبه واللحن بيعجب المناضلين في الجزائر. هو بصراحه عزيزي لازم يعجب اي حد. انا عزيزي لما بسمعه لحد دلوقتي بفكر انضم للمقاومه الجزائريه لان اتولدت بعد تحرير الجزائر بنص قرن. ان نشيد كان جامد واللحن عجب المناضلين في الجزائر وتم استخدامه في الدعوه للثوره على الاحتلال. وبعدها بسبع سنين سنه 63 لما الثوره في الجزائر نجحت بيتم اعلان نشيد قسما بالنازلات المحقات نشيد رسمي للجزائر المستقله. وسنه 2017 اعلنت الحكومه الجزائريه اطلاق اسم محمد فوزي على المعهد الوطني العالي للموسيقى في الجزائر وكمان منحوا فوزي وسام الاستحقاق الوطني تخليدا لذكرى فوزي وشكرا لدعمه للثوره الجزائريه. الحقيقه ان النشيد ما كانش جزء من قصه تحرير الجزائر بس لان المتابع وقتها كان ان التسجيل بيتعمل في استوديوهات مصر ولكن طباعه الاسطوانات بتتم في اليونان او ايطاليا او فرنسا. فرنسا يا ابو حميد مش دي اللي شاركت في الحرب العالميه الثانيه؟ في ايه يا عزيزي؟ ما اليونان شاركت وايطاليا شاركت برضه. بس تخيل يا عزيزي تبقى انت مسجل اغنيه عن الثوره الجزائريه وتطبع اسطواناتها في فرنسا بفرقه عجيبه جدا. فبعد تسجيل النشيد قرر محمد فوزي انه ياسس اول مصنع اسطوانات في الشرق الاوسط. يخرب بيتك يا فوزي انت جامد قوي يا جدع. ويعمل شركه انتاج موسيقي متكامله شركه تنهي الاحتكار الاجنبي لسوق الاسطوانات وسماها شركه مصر فون اللي قام حاطط فيها تحويشه العمر كله حوالي 300,000 جنيه. ده يا عزيزي وقتها رقم يقدر بالملايين ده غير القروض اللي خدها والديون اللي اتراكمت عليه. لكن كل ده يهون سنه 59 لما يتم افتتاح مصر فون رسميا واللي استعان فيها بخبراء اجانب يعلموا المصريين صناعه الاسطوانات. سعر اسطوانه مصر فون كانت 35 قرش بس وده يا عزيزي ثلث سعر الاسطوانه المستورده وكان يقال انها بتتصنع من مواد احسن بكتير وطبعا منطقي جدا لانها غير قابله للكسر لانها اسطوانه بنت مصر واللي من مصر ما يتكسرش. ومره تانية محمد فوزي بيتبع عسيل ده لا صنع الصين ولا صنع اليابان ده صنع بلدنا وما بيتكسرش ما اتكسرش فعلا. عزيزي الاسطوانه كمان كانت بوشين ومن كتر الناس اللي بميت وش وحشونا الناس اللي بوشين. عزيزي اسطوانه بوشين في الوقت ده كان اختراع لان على كل وش من الاسطوانه في اغنيه. عزيزي المشاهد عاشق البلاي ليست والشفل وتخيل ثوريه الاختراع ده وقتها تجيب اسطوانه تسمع اغنيتين ووهو. ضيف على ده انه وضع نظام جديد في التعاقدات مع المطربين ما كانش بيتعمل قبل كده وهو ان الفنان له نسبه من مبيعات الاغنيه والنظام ده بدا يتطبق مع ام كلثوم. ده غير انه طبق حق الاداء العلني للاغاني للمطربين يديهم نسبه من الارباح بعد بيع الاسطوانات مش مجرد مبلغ في البدايه وخلاص. شيء ثوري جدا وقتها لان كل الشركات الاجنبيه كانت بتخص الملحن والمؤلف بس بالحقوق. شركه فوزي نجحت يا عزيزي وكسرت الدنيا وفوزي كان بيعيش اسعد لحظاته المهنيه في شركته اللي كان بيروحها بدري يفطر مع العمال. كمان حياته الشخصيه استقرت مع زوجته اخيرا واولاده الصغيرين بيحبوه بيحبهم حتى زملائه كانوا بيحبوه وعايزين يشتغلوا معاه. تحس يا عزيزي ان الحظ كان واقف في الموقف ده بيصور من ورا الكاميرا وفوزي مش مطلوب منه غير انه يضحك الضحكه اللي كانت سبب في نجاحه طول السنين. فجاه الحظ يختفي في من ورا الكاميرا. ايه اللي حصل؟ الصوره بتفضح وضحكه فوزي المجلجله تختفي وتتحول لانين الم وجع ظهر من جديد. ال 28 سنه يا عزيزي بيعدوا من بعد ما فوزي غمض عينيه في بدايه الحلقه يا عزيزي بيفتحهم تاني دلوقتي عشان يكتشف انه ما كانش بيحلم وان موقف تامين مصر فون ما كانش مجرد كابوس وهيصحى منه ولا سيناريو فيلم جديد بيقراه كئيب شويه ولا حاله شجن بيدخلها عشان يكتب لحن جديد. لا ده الواقع الواقع بكل كابته وحزنه. وبيعرف فوزي يا عزيزي ان الحياه زي الاسطوانات اللي هو عاملها ليها وشين واحد ممكن تبقى عليه اغنيه سعيده والتاني دايما دموع. الوش التاني من الاسطوانه بيبدا مع دخول زوجته كريمه بالمسكن اللي كان طلبه منها. فوزي بيقول لها ان الدواء بقى عاجز خلاص عاجز يقلل شعوره بألم خساره الشركه وضياع حلم عمره وفلوسه اللي عملها طول السنين الطويله وعاجز انه يرجع له ضحكته اللي كان بتفتح له قلوب الناس وعاجز يخليه يلحن لام كلثوم زي ما كان بيحلم وعاجز يلغي قرار الحجز اللي صدر ضد شركه منتخبات بهنا فيلم اللي كانت الموزع الوحيد لافلامه في مصر والقرار ده كان سبب في خساره شركه فوزي للانتاج السينمائي. كمان الدواء عاجز رجع له حقه من بوب عزام اللي كان بينه وبين فوزي خصومه قانونيه على حقوق اغنيه يا مصطفى يا مصطفى. جايز يا عزيزي لو كان كل حاجه حصلت لوحدها كان فوزي قدر يحاربها زي كل مره. المشكله كانت في التوقيت. كل ده حصل في نفس الوقت تقريبا. فوزي قال لزوجته ان محمد فوزي اللي هي تعرفه انتهى وما بقاش منه غير موظف حزين بيقبض 100 جنيه في الشهر وما يقدرش يحافظ لاسرته على نفس المستوى القديم اللي كانوا عايشين فيه. ولكن زوجته تاكد انها هتفضل معاه وبالفعل ترافقه في طريقه للمحطه الاخيره محطه المرض يا عزيزي. تتعلم التمريض مخصوص عشان تبقى جنبه خصوصا انه فقد كتير جدا
من وزنه، بعد ما كان وزنه 85 كيلو بقى 37. ومرضه يا عزيزي وقتها ما كانش معروف للاطباء. يقال ان الدكتور بتاعه شخص حالته بمرض محمد فوزي. المرض يا عزيزي كان قاسي جدا، والاطباء اضطروا ينشروا في عظمه الحوض عنده عشان يقدروا يفحصوها ويعرفوا هو مريض بايه، واللي اتضح يا عزيزي لاحقا انه سرطان عظام. وبالرغم من كل الوجع اللي عاشه ورحلات العلاج بين مصر وبريطانيا والمانيا، وبالرغم من تحويل شركه مصر فون لصوت القاهره سنه 64 واعفاء فوزي من اي منصب فيها، الا ان فوزي كان لسه بيفكر في مشاريع جديده والحان جديده له والمطربين تانيين، وكمان كان بيخطط يعمل برنامج غنائي للاطفال. ولكن يا عزيزي السكينه كانت حاميه وسريعه لدرجه ان فوزي ما حسش بيها وهي بتذبحه، وما ادركش ان المرض كان ماشي في اتجاه واحد بس، وان خط النهايه بيقرب. ويكتب فوزي خطابه الاخير، خطاب بيوصف فيه ألمه وبيتمنى فيه الراحه من هذا الالم، بيأكد فيه على حبه البلد وبيتمنى السعاده لكل انسان احبه، وبيوجه تحيه اخيره لاطفاله وعيلته. واخيرا يا عزيزي بيوصل قطر محمد فوزي الى محطه النهايه، بس المره دي يا عزيزي ما بيوصلش لوحده زي ما جه، بيوصل ووراه مشيعين لجنازته. كانت يا عزيزي من اطول الجنازات في تاريخ مصر، ويمشي فوزي وهو سايب وراه حوالي 400 اغنيه و36 فيلم وابتسامه جميله. وده يا عزيزي ممكن يكون اعظم ارث يتركه الانسان بعده. ان شاء الله عزيزي داخلين على 400 حلقه ان شاء الله. فوزي يا عزيزي كان دايما سابق وقته، بدا رحلته من ابن رقم 21 من 25 ابن، ومن طالب مزيكا او مغني في شارع عماد الدين زي مئات غيره، ومن ممثل زي الاف بيحلموا يمثلوا، لانه يكون محمد فوزي واحد بس. ولان يا عزيزي محمد فوزي كان فريد من نوعه، فهو اول شخصيه موسيقيه نعمل عنها حلقه في برنامج الدحيح. احنا عزيزي ما عملناش عن بيتهوفن، واحد يقول لي ابو حميد مش بيتهوفن ده كان الماني والماني شارك في حلقات ثانيه. يا عزيزي بطل تتكلم في الكلام الفارغ ده، وشوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، انزل بص على المصادر واحنا على اليوتيوب نشترك في القناه. لكن هنقعد نتكلم كده مش هنخلص. بس كده يا عزيزي، مع السلامه.